بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناة الأهلي، واللي هيكون النهاردة إن شاء الله مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر في بداية مشوار النادي الأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، واللي إن شاء الله يكون فيها اللقب الثالث على التوالي وال11 بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي. ماتش النهاردة عايز أذكر حضراتكم بحاجة، يمكن يعني أنا من نوع اللي أحيانا بحب التفاؤل أكتر من التشاؤم، فلو تفتكروا حضراتكم السنة اللي فاتت زي دلوقتي كانت بداية مشوار النادي الأهلي قبل حصد البطولة العاشرة، كانت برضو من النيجر، كانت أمام سونديب بطل النيجر، والأهلي كسب هناك 1 وكسبنا في القاهرة 4 وحقق اللقب. مباراة النهاردة هيبقى للعب، لو فوزنا إن شاء الله بإذن الله النهاردة والماتش القاهرة يبقى هنعبر لدور المجموعات اللي هيتلعب في فبراير. عايز أذكر حضراتكم بحاجة برضو، في بعض الناس بتتكلم على الصفقات الجديدة، الصفقات الجديدة مش هتلعب النهاردة خالص. ليه؟ لأن كان القيد الأفريقي خلص، القيد الأفريقي الثاني أو من حقهم يلعبوا من بداية من دور المجموعات اللي هو من بدايته هتبقى من 11 فبراير 2022. النهارده قبل ما نتكلم عن المباراة، طبعا أنا كل تفكيري وكل شغلي الشاغل عن مباراة اليوم، لأن هي بإذن الله بإذن الله بيستهل النادي الأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه والحصول على اللقب الجديد ال11 إن شاء الله بمباراة اليوم. عايز بس أتكلم على حاجة بسيطة قريناها كلنا وشفناها الفترات اللي فاتت أو الأيام اللي فاتت، شائعات كتير جدا جدا جدا، ومنها تهويل بعض الأمور، ومنها تحس يعني أنت لو بتفهم وبتدرك اللي بيتكتب أو اللي بيتقري أو اللي في السطور، هتلاقي إن في حد عايز ينقل لك المشاكل والأزمات عشان أنتوا الاتنين تبقوا زي بعض، أنتوا الاتنين تبقوا زي بعض. النقطة الأخيرة بقى اللي أنا عايز أبدأ منها، لما يكون عندك أزمة وعايز تبعد الناس عنها تقوم مصدر أزمة للخصم أو للمنافس، لأن المنافس ده هو الأهلي، هو الأشهر، والناس بتهتم بأدق حاجة فيه، يعني الحاجات الدقيقة قوي، الناس تبص على الحاجات اللي في النادي الأهلي، الحاجات البسيطة تبص على الحاجات اللي في النادي الأهلي أو المقصود بها النادي الأهلي. النادي الأهلي على فكرة عايز أقول لكم حاجة، النادي الأهلي طول عمره عارف سكته إزاي وماشي في الطريق الصحيح، فلما يكون المنافس بتاعك عنده أزمات من كل ناحية بره وجوه وانت مش عارف تعمل ايه، مش عايز الناس تتكلم عليه، لان الأزمات عمالة تزيد، كل يوم تلاقي أزمة، كل يوم تلاقي أزمة، يوم جاي رميلك حاجة، اي كلام على النادي الأهلي، واي كلام على النادي الأهلي بيشد، النادي الأهلي، النادي الأهلي الأشهر الأعظم، فأي كلام على النادي الأهلي الناس تبقى منتبهة، الناس تشدها الكلام عن النادي الأهلي واللي حصل فيه حتى ولو حاجه بسيطه، خلي بالكوا حتى ولو اشاعه، يعني في ناس بتبقى عارفه ان دي اشاعه وبرضه بتهتم تقرا الاشاعه دي، لان النادي الاهلي زي ما احنا عارفين اكبر قاعده جماهيريه في مصر والشرق الاوسط. فاللي يقول لك بقى الفتره اللي فاتت، الفترات اللي فاتت كل يوم والتاني، مره موسيماني عايز شروط، ومره يقول لك موسيماني ماشي، ومره يقول لك اصل الكابتن الخطيب على خلاف مع موسيماني، لجنه التخطيط على خلاف مع موسيماني، موسيماني عايز مرتب اكبر من اللي بياخد من اللي بياخده دلوقتي، يقول لك موسيماني مش عارف هيمشي، موسيماني جاله عروض في، وكلها كلها اشاعات، والراجل في الملعب بيقود تدريبات الفريق. كل الكلام اللي بيتقال ده حسمته اداره النادي الاهلي، حسمته الاداره الحكيمه برئاسه الكابتن محمود الخطيب، حسمته بتصريح بس على لسان امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي اللي قال فيه ان مستر موسيماني مستمر مع الاهلي بنفس الشروط، ولا الراجل طلب زياده ولا حط شروط، لان عقده مستمر مع الاهلي لنهايه الموسم، طالما في تعاقد التعاقد ماشي، والنادي الاهلي مش من نوع ابدا اللي بيخل ببنود التعاقد بتاعته ابدا، الا لو في حاجه باتفاق الطرفين بس. بمجرد ما كابتن امير توفيق قال الكلام ده خلاص كل ابواب الاجتهادات والشائعات اتقفلت خلاص، لان في ناس كانت عماله تتكلم عماله على بطال، كل يوم بتتكلم عن الملف ده، وكل يوم اجتهادات، وكل يوم شائعات لا عصر لها. بالتصريح ده وحكمه اداره النادي الاهلي اتقفلت كل ابواب الاجتهادات،
وده مش عاجب ناس طبعا دلوقتي، لان كانت تتمنى ان يكون في ازمه عشان يداري على ازماته اللي بتحيط بيه من كل ناحيه. لما تيجي تطلع اشاعه بلاش تيجي ناحيه الاهلي، لان الاهلي حاجه تانية خالص. الاهلي غير، الاهلي بيحسم كل الملفات بحنكه وحكمه وخبره، وكل واحد عارف دوره ايه في النادي الاهلي بالظبط. يعني ما سمعناش مثلا بالظبط زي ما بيحصل في يعني بعض الانديه، تلاقي مثلا النادي بيمر بازمه تلاقي 50 واحد بيتكلم، 50 واحد بيتكلم، واحد النهارده يطلع يقول لك كذا، بكره يطلع حد تاني يقول لك كذا، واحد ثالث تلاقيه ملوش دور خالص ويروح جاي ناطط وقايل لك كلام تاني. ما سمعناش حاجه خالص ولا من الكابتن الخطيب ولا من اعضاء مجلس الاداره ولا اي مسؤول في النادي، ولا اي مسؤول في النادي طلع اتكلم في الموضوع دوت، لان ده النادي الاهلي. وعشان كده النادي الاهلي غير، النادي الاهلي غير، اللي يتكلم هو المسؤول بس عن القضيه دي، مش كلامه خلاص، مش اي حد يتكلم وخلاص، يتكلم مسؤول التعاقدات امير توفيق، وقفل كل الاجتهادات، قفل كل الابواب. فبلاش تحاول تداري ازماتك وعايز تصدرها لنادي الاهلي، لانك في الاخر هتتكشف. فاحنا بقى هنلف، هنقفل الملف دوت ومش هنتكلم فيه تاني، خلاص بدأنا موسم من النهارده هنبتديه. وعايز اقول لكم حاجه، الموسم ده صعب جدا جدا جدا. الموسم اللي فات كنا بنقول عليه صعب جدا، لا لا، الموسم ده اكثر صعوبه. فكلنا مركزين السنه دي ورا فرقتنا، لاعبتنا ان شاء الله تركز في الملعب، عندهم ضغوط رهيبه السنه دي، ان شاء الله ربنا يوفقهم، وباذن الله رب العالمين ناخد البطولات ونعوض كمان البطولات اللي ما خدناش السنه اللي فاتت، وتبقى في حوزه النادي الاهلي السنه دي. تعالوا بقى نروح لمراسلنا في النيجر فاروق صلاح ونطمن منه على جميع الاجواء هناك، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كل الشكر للكابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمه نيامي، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله رقم 11. طبعا النادي الاهلي بيحمل لقب البطوله في اخر نسختين، النهارده بيستهل مشواره في دور ال 32 في مباراه الذهاب لمواجهه فريق الحرس الوطني بطل النيجر. بالامس كان المران الاخير اللي فريق النادي الاهلي على استاد الجنرال سيني كونيتشي، الاستاد اللي بيتسع ل 35,000 متفرج. هو نسبيا يا كابتن ايمن يعني ارضيه الملعب افضل بكتير من العام الماضي، احنا طبعا لعبنا المباراه الموسم الماضي في بدايه المشوار امام فريق سونوديب على نفس الملعب، لكن ارض الملعب اتحسنت بشكل كبير عن الموسم الماضي، لكن لم تلقى استحسان طبعا افراد الجهاز الفني، نظرا يعني وجود بعض المطبات في ارض الملعب. طالب الكابتن سعد عبد الحفيظ ومستر بيتس موسيماني من العاملين ان هم يعالجوا هذا الامر قبل المباراه. طبعا المباراه الملعب او الاستاد كان استضاف مؤخرا لقاء النيجر والجزائر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. طبعا المران امبارح شفنا حاله من الجديه، حاله من التركيز من لاعبي النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني والدوافع اللي بيحاول يخلقها مع اللاعبين، بتجديد الدوافع ان انا اخد البطوله ان شاء الله يكون امر مهم جدا ان انا احقق البطوله للمره الثالثه على التوالي، مرتين النادي الاهلي طبعا حامل البطوله في اخر نسختين. مستر بيتسو موسيماني اتكلم على اللاعبين، الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع اللاعبين على تجديد الدوافع الجديه والتركيز اللي عند اللاعبين، ايضا الدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه كباتن النادي الاهلي سواء وليد سليمان سواء ايمن اشرف رامي ربيعه مع اللاعبين، وان هو يجددوا الدوافع للاعبين. واضح مستر بيتسو موسيماني كان بيحاول ان هو يجرب يلعب بثلاث لاعبين في منتصف الملعب يعني في هذا اللقاء، كلها من الامور اللي قدر ان هو يشتغل عليها في التدريب الاخير. طبعا الاستاد بيتسع ل 35,000 متفرج، ولكن من المقرر هيكون في حضور جماهيري بعد حصول فريق الحرس الوطني على موافقه من الاتحاد الافريقي بحضور 7,500 متفرج هيكونوا موجودين في ارض في استاد الجنرال سيني كونيتشي. زي ما قلنا يعني عقب المران الاخير كان الاجتماع الفني لفريق النادي الاهلي وايضا فريق الحرس الوطني مع مسؤولي الكاف، تم من خلاله تحديد الزي الرسمي اللي هيظهر بيه النادي الاهلي، هيكون بالتيشيرت الاحمر والشورت الاسود، بينما فريق الحرس الوطني هيكون بالزي الابيض. تم طبعا التشديد على كافه الامور طبعا، والبروتوكول
البروتوكول الطبي الموضوع من قبل الكاف ايضا بالاجراءات الاحترازيه. النهارده كان يوم فريق النادي الاهلي، تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، ثم كانت المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني في تمام الساعه 12:30، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1. يعني خلال اللحظات هيكون التحرك الى ملعب الجنرال سيني كونيتشي اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق، ودور كبير جدا من الكابتن سمير عدلي والكابتن سعد عبد الحفيظ في اختيار احد الفنادق القريبه سواء من ملعب المباراه او من فندق او من مطار ديوري هماني. تركيز موجود ايضا، موجود من افراد السفاره المصريه معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى النيجر، وقايم بدور كبير جدا مع بعثه فريق النادي الاهلي. طبعا اتصالات مستمره من الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لمتابعه كافه الامور. ان شاء الله يا كابتن ايمن يكون يوم مميز ويوم موفق لفريق النادي الاهلي، ونقدر نستهل مشوارنا نحو البطوله 11 ان شاء الله من هنا من النيجر. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. طبعا طمنا على من فاروق. يمكن لو تفتكروا حضراتكم وتتذكروا المباراه السنه اللي فاتت لعبناها في الحر كانت الساعه 3، السنه دي 4:30، الرطوبه اقل شويه، الملعب يعني فوق المتوسط، انما احنا بنتكلم على مباراه في بدايه مشوار بطوله بتعشقها جماهير النادي الاهلي. لو نفتكر حضراتكم ساعه القضيه ممكن لقفشه كنا واخدين التاسعه، الناس فرحت ساعتين، وبعد الساعتين بقت قالت العشرة يا أهلي. الحمد لله النادي الأهلي جاب العشرة. هنخش بقى في ال 11، أتمنى إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. طبعا في حاجات ما تتنسيش في الكورة، يعني القضية ممكن بتاعت قفشة دي ما تتنسيش أبدا، وما يتقالش إنها شبه حد أبدا تاني، وما تتقالش إن دي مثلا شفته مش عارف بتاعت كرة اليد دي زي بتاع، لا لا لا، حاجة غيرها بقى، دي حاجة بطلت. يعني الحاجات دي بطلت، تعملها في حتة تانية، إنما دي القضية ممكن دي مش ممكن تتنسي. القضية ممكن دي، بص النادي الأهلي نادي فعلاً معلم. يجرح ويعلم. النادي الأهلي معلم يجرح ويعلم. وعلامة قفشة لسه لحد دلوقتي الناس كلها تتذكرها. معانا تشكيل النادي الأهلي ونتكلم بقى تشكيل النادي الاهلي النهارده. علي لطفي، محمد هاني، وعلي معلول ظاهرين ايمن وايسر، اثنين قلب دفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم، ثلاثي وسط الملعب النهارده حمدي فتحي عمرو السليه اليو ديانج، وثلاثي المقدمه محمود كهربا طاهر محمد طاهر ومحمد شريف. نقوله مره ثانيه، علي لطفي لحراسة المرمى، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول، اثنين قلبي دفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، والنهارده بيلعب مستر موسيماني بثلاثي في وسط الملعب، حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السلية، وثلاثي المقدمة هيبقى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر على الأطراف، ومحمد شريف راس حربة وحيد. طبعا إن شاء الله نتمنى التوفيق للمجموعة اللي هتلعب، وبإذن الله دي تكون مقدمة لبطولة جديدة إن شاء الله، والنادي الأهلي بإذن الله يحقق الفوز النهاردة علشان الضغوط تقل عليه شوية ماتش العودة، خصوصا إن ماتش العودة هيبقى بعديها بيومين ثلاثة داخل على مباراة الدوري، فهتبقى مضغوط أصلا زيادة. فلو إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يريحنا النهاردة ويعمل نتيجة إيجابية، وبإذن الله رب العالمين تريحنا ماتش العودة، وبإذن الله نتأهل لدور المجموعات. تعالوا مع بعض نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ ونشوف قال إيه قبل مباراة اليوم. كل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل ملعب الجنرال سيني كونيتشي اللي يستضيف أحداث اللقاء الذهاب للدور الـ 32 اللي هيجمع ما بين فريق النادي الأهلي ونادي الحرس الوطني بالنيجر، يعني عقب التمرين المران الأخير للنادي الأهلي استعدادا لهذا اللقاء. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كرة النادي الأهلي المكلف بمهام رئيس البعثة. كابتن سيد مرحبا بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. تحدي جديد، بطولة جديدة بدوافع جديدة النادي الأهلي بيدخلها، الضغوط أكتر إن أنا بطل آخر نسختين أكيد في ظل غيابات في ظل اصابات للاعبين بتضع الفريق في ضغوط قبل هذا اللقاء.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بالتأكيد هي مباراة في البداية في مشوار مهم جدا، المشوار الأفريقي ترتيباته بتبقى مختلفة بالتأكيد عن أي بطولة تانية. فرقة ملهاش تاريخ كبير أوي في البطولات الأفريقية، لكن عندها عناصر كويسة، عندها شوية عوامل ممكن تساعدها، يعني منها طبعا يمكن حضور جماهيري. جالنا جواب رسمي إن هم الاتحاد الأفريقي وافق بحضور 7500، معرفش هل هم كلهم هيبقوا موجودين، أكتر أقل مش عارف. لسه عندنا الاجتماع الفني كمان ساعتين ثلاثة، في الساعة 8 بتوقيت هنا. يعني أيا كان الوضع لازم نكون مركزين بشكل كويس، لازم ناخد المباراة بشكل مهم جدا. عندنا فرصة إن احنا نحقق حاجة في بدايتها، إن احنا نحقق نتيجة كويسة عشان الاستمرارية. يمكن إن احنا أبطال 2021 وأبطال 2020 وأبطال 2021، فيا رب يكون يحالفنا التوفيق ونحقق كمان حاجة ما كنتش اتحققت في تاريخ النادي، وإن احنا نساعد فيها. يعني جايين طبعا بعناصر هي المتاحة في الوقت الحالي، يمكن تعرف القيد الأفريقي كان مرتبط بشوية وقت معين يعني، وكان استمرارية البطولة المحلية في مصر كان ادانا او حطينا في موقف اضطراري ان انت هتسجل ناس وبالتالي هتستغنى عنهم بنهايه الموسم، لكن العدد المتاح يعني اعتقد انه كفيل يعني انه كان يسمح لك ان انت يبقى فيه 40. صحيح العناصر الجديده او المعارين مش موجودين معاك دلوقتي، لكن ان شاء الله في الادوار اللي جايه يكونوا معانا باذن الله. طبعا الارقام حاجه كويسه وبتستدل بيها وكل حاجه، لكن في النهايه هو العمل بقى، يعني لازم تشتغل بشكل كويس، كل الناس هتبقى بصة لك بصة مختلفة بالتأكيد. يعني انت بطل القارة وانت النادي الاهلي الاكثر حصولا على البطولات وصاحب الشعبية الكبيرة وصاحب الاسم الذهبي في افريقيا، لكن في النهاية دي دافع بالنسبة له، لو ما قابلتش الدافع ده بتركيز شديد وحالة من الاهتمام اعتقد الامور هتبقى بالنسبة لك صعبة. يعني تاريخ حلو جدا وجميل وكل حاجة، لكن بره الملعب، جوه الملعب عايز عرق وعايز جهد وعايز كفاح وعايز تركيز عالي. يعني فال حلو وفال كويس وفال حسن، لكن في النهاية هتشتغل بقى يعني شغلك انت، يعني زي ما انت ذكرت الملعب، و يمكن كانت التانية في شهر 12 يعني مش عارف، مش فاكر 23/12 حاجة زي كده مش فاكر بالظبط يعني، لكن النهاردة انت بتتكلم في شهر 10 نفس الحكم، هو بيدي له مباريات كتيره، وحكم النيجر والجزائر هنا برضو، وحكم مباراه يمكن المباراه او مباراه اللي حكمها في دوري الابطال كانت مباراه مظبوط كده اللي كانت في غانا. يعني فهو عنده 34 سنه يعني لسه قدامه المشوار بدري، يعني ان شاء الله الرحمن يكون موفق في اداره اللقاء واحنا نكون موفقين في التعامل مع اللقاء، وان شاء الله الرحمن ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. طبعا يعني في تواصل بالاداره الامور، والامور الحمد لله كويسه. كابتن سامر عدلي كمان كان عامل شغل هايل جدا مع سفارتنا هنا، وان شاء الله الرحمن نكون موفقين ونرجع بنتيجة كويسة بإذن الله. إحنا وجمهور النادي الأهلي أعتقد تفكير واحد، يعني مش مختلف ولا منفصل. يعني السنة اللي فاتت هي بتاعت السنة اللي فاتت، امبارح هو بتاع امبارح، النهاردة إحنا ولاد النهاردة زي ما بيقولوا. يعني النهاردة سنة جديدة وموسم جديد، يعني إن شاء الله عندنا عدة تحديات فيه، هتبدأ من بكرة إن شاء الله نكون موفقين فيها بإذن الله. كلام الكابتن سيد كلام واقعي فعلا. هو طبعا خلينا نتكلم ككورة، الفروقات طبعا بين النادي الاهلي وبطل النيجر اكيد فروقات كبيره لصالح النادي الاهلي، طبعا كلها بتصب لمصلحه النادي الاهلي، ولكن دايما خلي بالكم البدايات صعبه، وخصوصا لما اللي بتلعبه يكون فريق مجهول ما تعرفش عنه حاجه، المعلومات اللي عنه ضئيله جدا، يعني كانك رايح تلاعب فرقه اول مره، يعني مش تلعب قدامها اول مره تواجهها، او اول مره ما تعرفش عن فريق معلومات كافيه. فريق الحرس الوطني ما فيش معلومات كافيه عنه، معلومات ضئيلة جدا 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 جدا، ولكن اللي يفصل بيننا وبينهم الملعب. مطلوب تركيز، مطلوب جهد عالي، مطلوب اللعب بروح الفانيلا الحمراء، مطلوب كل ده جوه الملعب. اللي يفصل بينك وبين اي فريق الملعب، واحنا عندنا ثقة في لعيبة النادي الاهلي، وبمجرد ما احنا اتكلمنا على قفشة والتسعة لو فاكرين، انا برضو بالمناسبه ديت عايز ابارك لمحمد مجدي قفشه بمناسبه زفافه، وباذن الله ربنا يرزقه الذريه الصالحه ويبارك فيها. هنقول مره اخيره التشكيل وبعدين نطلع لفقره هجومنا الكبار. التشكيل هيبقى علي لطفي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين كظهير ايمن محمد هاني، ظهير ايسر هيبقى علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف ياسر ابراهيم. النهارده لغياب قفشه مستر موسيماني فضل انه يلعب بثلاثي في نص الملعب، حمدي فتحي، عمرو السوليه، واليو ديانج، وثلاثي المقدمه هيبقى كهربا
وطاهر محمد طاهر على الأطراف ورأس حربة محمد شريف. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، وكابتن أحمد بلال. أرجوكم انتظرونا. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. كابتن ايمن اهلا بيك، كل سنه طيب وبالتوفيق. صحه وسلامه كابتن. صحه وسلامه كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك ايمن، كل سنه طيب ايمن. صحه وسلامه كابتن. كابتن اسامه عرابي، كل سنه وانت طيب. صحه وسلامه يا كابتن، مشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا كابتن بلال. الحمد لله على السلامة يا كابتن، منورنا ومشرفنا كابتن. جاي مشوار والله. كل سنة وانت طيب. سنة وانت طيب يا كابتن بلال. والله جاي مشوار. جاي مشوار بعيد. بجد والله. انت ما قلتش عامل لك ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والشعب المصري طيب والشعب العربي طيب يا رب. كابتن شريف، بداية والناس كلها متأملة خير، لأن البداية زي بداية السنة اللي فاتت بالظبط من النيجر. ولو تفتكر حضرتك السنة اللي فاتت البداية كانت من النيجر، وكانت النجمة العشرة، الناس نفسها في النجمة رقم 11 بإذن الله. ده فعل كويس على رقم الفانيلا بتاعتي. اه اخدته منك بعد كده. لا انت عمرك ما اخدته. بإذن الله وبالتوفيق وبداية طيبة بإذن الله بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته وجهازه الفني. مأخذ جد بإذن الله. بنركز في أول مباراة، بنحاول اللعيبه تبقى في الملعب واخده الشكل اللي هو شكل الفوز. احنا ما بنروحش حتى تحت اي اجواء، بنبقى احنا تحت نقص اكسجين، سفر، معايشه بتبقى قليله جدا في البلاد اللي احنا بنروح نلعب فيها. فبنتمنى ان اللعيبه يكون خلاص من الخبرات اللي موجوده كلهم، رغم الغيابات الكبيره اللي موجوده، يعني عندهم خلاص التعود على الاجواء دي والتعود على الجو العام اللي هو بيبقى في المباراة القوية اللي هي بتبقى بره. طبيعة الفرقة اللي انت هتلعبها اكيد درستها، واكيد الجهاز الفني درسها، واحنا بالنسبة لنا على الورق كده تعادل على ارضهم 1-1 وكسبوا بره. كسبوا بره 1-0. عندهم 2 محترفين، واحد بيلعب ورا واحد قدام، اللي من توجو وواحد من كوت ديفوار على ما اعتقد. ايوه. الشكل على الورق كده يقول شكل سهل. ما فيش في الكوره شكل سهل. الملعب هو الفيصل. الجري كتير، اللياقه البدنيه بتاعتك اللي بتشيلك، الفرديات بتاعتك اللي بتخلص الشكل اللي بيتمناه الجهاز الفني، اللي هو العرضيات او الكوره الطويله اللي بتبقى محمد شريف، مع دخول الاجنحه بتاعتك وتقدم الاطراف. هو ده الشكل الطبيعي. وعندك انت النهارده محزم وسط ملعبك بثلاث لعيبه منتخبات كلها. فاعتقد ان الحكايه مش سهله، اللي ممكن يسهلها جدا هم لاعبي النادي الاهلي باذن الله. كابتن علاء، البعض بيتصور ان انت بتلعب بطل نيجر، فوارق طبعا الامكانيات الفنيه لصالح النادي الاهلي، ولكن البعض متصور انها مباراه سهله. عايز اذكرك بمباراه الاشغال الصومالي، دي حقيقه فاكرها؟ اه طبعا، ما اقدرش انساها. انت اللي جبت الجول. كنا متعادلين 0-0 في الاشغال الصومالي، وكان فريق متواضع جدا. صحيح، شريف كان موجود، كنا ممكن نكسب حتى هناك. وجينا هنا، لكن هي كره القدم. كم اهداف ضايع كتير جدا. كابتن شريف ضيع، بتقول لك 5-6 جول الماتش ده. اللي ضيع الاغرب محمد عباس هناك، عامل له بتاع 7-8 كابتن محمد عباس وجمال عبد الحميد مضيعين هناك بتاع 7-8 يعني جول. ممكن كنت تخرج هناك يا ايمن، دي كانت اول بطوله على فكره. تطلع مثلا هناك في الصومال 5-0. جينا هنا برضه نفس الكلام، الوقت عمال بيعدي بنالتي، طرب جد ضياع بالظبط لحد الدقيقه 92 في الاخر، ضيعها في الاخر كمان. قبل الماتش بدقيقتين ضربه الجزاء. يعني هو اليوم كان غريب يعني. مطار نادر لما بيضيع ضربه جزاء. صحيح. لكن حرصت الهدف في الدقيقه بالظبط 92، كنا وصلنا بيه، عدينا بيه الدور. هي دايما الادوار الاولى ايمن، بغض النظر عن فريق المنافس، انت اللي بتحدد الشكل ايه بالظبط. انت الاهلي، انت البطل. صحيح. البطل دايما ما بيبصش للمنافس، هو البطل عنده هدف. الهدف مكسب، ده نمره واحد. صحيح. واكبر عدد من الاهداف ليه لا، هو ده اللي بيحسم الامور، خصوصا في الادوار الاولى. بغض النظر عن حته النايجر او زي اللي حصل في العشره، الكلام طبعا كله حلو وكده، لكن هو التفاؤل بلعبتك طبعا. التفاؤل بالنتيجه اللي هتعملها هناك، بشكلك، بادائك. صح. بمدى تركيزك، ودايما مهمه، ويمكن جماهير الاهلي خلاص بتعرف الكلام ده، وطبعا اللعيبه عارفاه من زمان. البدايات، اي بدايات في اي بطوله هو اللي بيديك طمانيه، بيبقى انت. صحيح. مطمن تقول لا، النادي الاهلي النهارده بعد المباراه ان شاء الله يبقى مكسب واداء حلو النهارده. لا، النادي الاهلي النهارده يطمنك، خصوصا في بدايه موسم. دايما الجماهير وجماهير النادي الاهلي بتبص على بدايه فرقتها، اخبارها ايه، بدايه عامله ازاي،
بدايتك بتطمن جماهيرك صحيح. بتقول لا النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله كل البطولات بتاعته. فهو النهارده البدايه اكيد مستر عثمان اتكلم الموضوع ده، اكيد اللعيبه يهمها حته النهارده خلصوا 90 دقيقه في النيجر ان شاء الله رب العالمين. معانا على الشاشه كابتن موصول لعيبه النادي الاهلي الملعب المباراه، يعني ان شاء الله تبقى إن شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله 90 دقيقه تتلعب كويس قوي ومكسب ان شاء الله مطمئن. واهم من كل ده كل لعيبتك ترجع سليمه، لان ده المهم. ان عندك كم غيابات كتير كم غيابات كتير جدا لكن دايما على كل غيابات دي يا ايمن بص النهارده هتلاقي الفريق هو ده فريق النادي الاهلي، مفيش مشكله على فكره صحيح. كلهم لعيبه دوليه، كلهم لعيبه ما شاء الله نجوم، ما عندكش مشكله. اللي يغيب يغيب لكن في بعدين نجم موجود. فبتمنى ان شاء الله النهارده البدايه بس وحته التوفيق موجود ان شاء الله صحيح. كابتن اسامه يمكن الكابتن علاء قال لك غاب من غاب ولعب من لعب، ولكن النادي الاهلي هو النادي الاهلي، المفروض اللي يلبس الفانيلا الحمراء بينزل بيأدي، والفيصل بينك وبين اي حد هو الملعب، مفيش شك طبعا. عشان كده احنا بنأيد 30 لاعب، مفروض ان المستويات بتبقى متقاربه. صحيح بيبقى في فروق فرديه، يعني في العالم كله الناس اللي بتلعب اساسيه بتبقى الى حد ما مختلفه عن الناس اللي هي البدلاء، يعني في بيبقى في فرق مستوى في ده موجود في العالم كله. يعني مثلا ليفربول في صلاح، في ساديو ماني، في فيرمينيو، يعني لعيبه مختلفين عن بقيه زمايلهم. برشلونه قبل ما يمشي ميسي، في ميسي، في لعيبه مثلا لما كان ايام تشافي والناس ديت لعيبه مختلفه. في كل العالم في لعيبه مختلفه عن اللعيبه الاخرين، ولكن الفرق الكبيره بيبقى تكوينها اللي هو ال 30 متقارب، يعني بحيث انك انت لو حد من النجوم غاب المفروض ان الباقي يعوض، وكمان بتبقى فرصه ان بعض الناس بتكتب مستقبلها او ان هي تبقى اساسيه في الفرقه في لحظه غياب بعض النجوم. فطبيعي انه النادي الاهلي يغيب اللي يغيب، لكن في جماعيه للفرقه، في تاريخ كبير للنادي الاهلي، في مستوى كبير للنادي كخبرات وكبطولات. الفرق لما تشوف البطولات احنا 10 واقرب حد لينا 5 الزمالك ومازيمبي، فكل ده بيجي من مجموع اللعيبه كلها، مش بس اللعيبه المميزه. فيعني ان شاء الله الناس اللي غابت طبعا على راسهم الشناوي وقفشه، لكن اللعيبه اللي موجوده تعوض وتقدر، ولعيبه كلهم كبار، فان شاء الله يعملوا ماتش كويس وبدايه تبقى كويسه باذن الله. لانك انت واخد التاسعة والعشرة، بنتمنى ال11 عشان تبقى على رقم فانيلة الكابتن شريف. ايوه انا كنت بلبس 11 وانت 11 برضه، بس بعده طبعا كابتني كابتن شريف هو الاساسي. طيب كابتن شريف هو الاساسي، ما اقدرش اتكلم. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي. النظره دي مش عاجبني. نتمنى عايز اخد فانيلا مع البيت عشان ما عايز يلبسها غيره. فنتمنى ان شاء الله انه ال11 تتحقق والبدايه النهارده. لكن النيجر طبعا يعني على مستوى الدول او الفرق في فرق كبير جدا بين مصر او النادي الاهلي بالنسبه للانديه ومستوى فريق النيجر. صحيح كره القدم ما بتعترفش احيانا بكده ولازم تاخد الامور بجديه، ولكن برضو في فرق خبرات صحيح. في فرق بطولات، في فرق لعيبه دوليه، في فرق كبير في المستوى. فالطبيعي ان شاء الله لو احنا في الحاله الطبيعيه ان احنا نكسبهم هناك ان شاء الله. ان شاء الله فنتمنى التوفيق، البدايه تكون كويسه النهارده باذن الله. كابتن بلال لما بتلعب فريق مجهول يبقى فيه حذر وقلق وتحس ان البدايه بتبقى صعبه شويه، ولا ده بيديك الرغبه من جواك ان انت لا ده المجهول اللي الناس بتتكلم عليه ومش عارفين شكله ايه، لا انا هنزل واقتحم المجهول ده وانا النادي الاهلي انا البطل. لما انا بقول ان المباراه صعبه احنا طبعا بنقول الملعب الفيصل، فهم يقولوا ايه؟ لا هم عارفين قيمه الاهلي كويس، يعني عارفين قيمه الاهلي وعارفين ان ده يعني قبل ما يبقى تحدي ده شرف كبير. يعني انت فاهم، انت فرقه زي ما انت بتقول يا كابتن، زي ما الكباتن قالوا، فرقه مجهوله بتلاعب النادي الاهلي بطل البطوله اللي فاتت واللي قبلها والبطل وبطل القاره يعني في كل البطولات يعني. فالنهارده هو عنده شرف كبير انه بيلاعب النادي الاهلي،
عنده كمان اللعيبه بالنسبه له عندها فرصه تسويقيه جيده جدا جدا. انت عارف الفرق الافارقه بتنقله بينه وبين بعض أي. يعني ممكن تلاقي في الفرق هنا محترفين مثلا ده من السنغال، واحد من الكونغو، واحد ما اعرفش منين، واحد من كوت ديفوار، واحد من كونغو. هم كمان بيبقى عندهم امال ان هم يتشافوا بشكل كويس فيبقوا موجودين في مكانه او يقدروا ينتقلوا لنادي افضل من كده بكتير. يعني الامر بالنسبه لهم صعب جدا جدا جدا، الفروقات كبيره ومختلفه. يعني انت دايما بص لما تيجي تفكر يا كابتن عشان بنتكلم بمنطق برضو صحيح، انت البطولات الكبيره ما ينفعش يجي فرقه مجهوله تكسبها، صعب. لازم فرقه عندها سي في، لازم فرقه عندها امكانيات، لازم فرقه عندها قدرات، لازم فرقه عندها ستابيليتي، لازم فرقه عندها امكانيات ماديه كبيره جدا 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 عشان تقدر ان هي تحقق مفاجاه. صحيح. المفاجات ممكن يبقى في دور ال 16 في دوري المجموعات. خلاص مزبوط. انت في فرقتين ثلاثه صعدوا كويسين، الاسماء بتبقى في تقارب شويه من بعض المستويات، بعض الشيء صحيح. وانت عندك في الاخر ان افضل 8 في القاره هم اللي بيصعدوا لدور الثمانيه، فممكن في الحته دي تحصل بعض المفاجات. لكن في الماتشات اللي زي كده ممكن تتصعب الامور شويه، لكن ما يحصلش، يعني صعب جدا يحصل مفاجات الا مع فرق مثلا برضو ليها باع كبير. هو هيبقى دور 16 هيبقى اربع مجموعات يعني، ونزلت وطلعت. عارف في اسماء خد بالك في الفرق الافريقيه وصلت لمراحل كبيره وبعدين اختفت وبعدين مزبوط. بترجع تطلع تاني وبعدين بتختفي مزبوط. تاني. يعني انا اتذكر مثلا احنا هنا خرجنا سنه 98 من البني الاثيوبي هنا أي. بس كان الاهلي الفرقه مقسومه نصين، نص بيلعب في البطوله العربيه ونص بيلعب في البطوله، وكانت الامور يعني مش واخده طابع الجديه قوي في الماتش اللي زي كده. لكن عامه الماتش بيبقى صعب لان الاجواء ممكن تبقى صعبه شويه، الجو الحر بيبقى صعب، الملعب بيبقى صعب جدا، الرطوبه ممكن تبقى عاليه، الاجواء ما قبل المباراه ممكن تبقى صعبه، فممكن تصعب عليك المباراه. بس خليني اقف معاك هنا لما تقول صعب عليك المباراه. زمان لما كنا بنروح الادغال الافريقيه ديت كنا نقول ايه؟ لو رجعنا من هناك بتعادل مش وحش، لو ربنا كرمنا بجول وكسبنا دي حاجه حلوه قوي. يعني لما الفكر بتاع اللي بتتكلم عليه حضرتك، احنا بنتكلم على الاهلي بطل القاره وفريق مجهول، حتى الفريق المجهول زي ما قلت كده لا عندي صعوبه ان انا بلعب بطل القاره، انا ببقى حامل هم الماتش ده، انا كفريق مجهول يعني. لا انا كنادي اهلي حامل هم الماتش ده، فما بالك هو بيبقى عامل ازاي؟ طبعا بيبقى عنده مشاكل. لا هم خد بالك يا كابتن ايمن، لما القرعه لما بتقع وبيجي قدامه النادي الاهلي خلاص بيبقى هو قاب قوسين او ادنى ان هو خلاص خارج من البطوله. يعني ده امر ده وضع طبيعي ومنطقي، فبقى القلق والتوتر والخوف والرهبه انك بتلعب الاهلي. على عكس الكلام ده زي ما قلت لك بابا برضه ان هو راح يلعب النادي الاهلي، ففرصه بالنسبه له تسويقيه جيده بيلعب النادي الاهلي، افريقيا كلها ممكن يعني تبقى بتتفرج على الماتش ده، لكنه ماتش في منتهى الصعوبه بالنسبه له. يعني ده دي يعني مش محتاجه كلام ان احنا نتكلم كلام كتير في الموضوع ده، لان الامر صعب جدا. انت بتلعب النادي الاهلي بطل البطوله اللي فاتت وبطل البطوله اللي قبل كده، والاهلي عامل تدعيمات جيده جدا جدا السنه دي وعايز ياخد البطوله رقم 11 وبيسعى جدا بشكل كويس، وعارف ان النادي الاهلي يعني من الصعب ان هو يستغنى عن بطوله من البطولات اللي هو بيدخلها، من الصعب صحيح. جدا جدا، برغم ان النهارده عندك برضو غيابات زي ما كابتن اسامه قال من شويه، عندك غيابات ولكن العناصر الموجوده اكيد افضل بمراحل جدا من فريق من عناصر فريق النايجر. يعني انت عندك برضو عناصر زي ما قال كابتن اسامه 30 لعيب اللي عندك كلهم تقريبا ايكوال، يعني الا في بعض الفروق الفرديه، لان انت احيانا بيلعب لعيب وينزل لعيب ومعظمهم بيلعب منتخبات فالامر صعب على فرقه النيجر. ولكن بقول لك صعوبه الماتش ممكن تتلخص في ان الملعب يكون سيء، الجو يبقى فيه رطوبه عاليه جدا، الدخول وخروج اللعيبه والزحام اللي اثناء الجيم نفسه، الحكم نفسه اثناء المباراه، اللعيبه نفسها، الخصم طريقه لعبهم هتبقى عامله ازاي، هيبقى بيلعبوا بقوه وبعنف ولا هيبقى واخدين الجيم جيم ككوره، ده برضو ممكن تسهل او تصعب على لعيبه النادي الاهلي. لكن في النهايه انت عندك هدف صحيح. وهدف كبير جدا، هدف ان انت بتبتديه من دلوقتي. لازم دايما احنا بنقول ايه، الماتشات السهله دي لما بتكسب بشكل مريح بتدي مسج للفرقه الكبيره صحيح. انت الفكره مش بالنسبه لك ان الفرقه الصغيره دي تخرجها النهارده، لا الفكره بالنسبه لك انك تدي مسج للفرقه الكبيره أي. تقول ان انا داخل البطوله دي وانا عيني على اللقب، مش أي. داخل البطوله انا عندي لقبين فمش فارقه معايا ان انا اخد الثالث ولا لا أي. لا انت الرساله لازم تبقى واضحه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي الفني، ان انا يا جماعه داخل لا انا لو اتيحت لي الفرصه ان انا اكسب 4-5 6 اهداف اكسب 6 اهداف عشان الناس تبقى قلقانه منك، تعمل صحيح. حاله رعب صحيح. لكل الفرق الافريقيه زي ما انت دايما عامل حاله رعب ومسبب ازعاج لكل الفرق. صحيح. كابتن شريف النهارده زي ما قالوا الكباتن في غيابات في النادي الاهلي. بس خلينا اتكلم على احيانا طبعا النادي الاهلي فريق كبير وعندنا ثقه في جميع اللعيبه. خلينا اتكلم على نجمين كبار زي
محمد الشناوي وقفشه، هل غيابهم النهارده بيؤثر على اداء النادي الاهلي؟ يعني خلينا نتكلم ان محمد الشناوي في الاول هو لاعب بيديك طمانينه كبيره جدا بالنسبه لحراسه المرمى ومنطقه ال 18 كلها. كويس. انت كخط الدفاع بتاعي وانا لما بيلعب ورايا محمد الشناوي ببقى مطمن ل 100% يعني ان اي حاجه رايحه عاليه في المقبي هو بيديك الثقه شناوي وبياخد الكوره. والحقيقه الفتره اللي فاتت كلها هو حارس منتخب مصر، فلما بيغيب عنك بنتمنى التوفيق للبديل لعلي لطفي. علي لطفي اثبت قبل كده في مباراه الزمالك وكانت مباراه تحت ضغط كبير جدا، عمل مباراه كبيره جدا، لان ما احنا مش هنشوف علي ولا هنشوف شوبير ولا هنشوف النادي كلها الا في يوم زي ده. يعني في يوم بيحصل فيه ايقاف، بيحصل فيه اصابه، بيحصل حاجات زي كده. بالنسبه لقفشه الجهاز الفني حتى الشكل النهارده انا شايفه عامل 3.5 بالظبط. بالنسبه للمباريات اللي كانت زي دي في اول السنه اللي فاتت كنت انا بشوف ان تعويض مركز زي قفشه كده بتلاقي ديانج داخل لغايه جوه، السوليه رايح لغايه جوه، دايما الفتره اللي فاتت السوليه هو اللي كان بيبقى صانع العاب كتير قوي، خاصه لما بيطلع الاطراف على اليمين وعلى الشمال وبيلعب الكرات الطويله للسنتر فيرود بتاعك او الاجنبي اللي بتخش بتشترك في مركز الراس الحربه. ف نفترض ان قفشه متعور النهارده مش موجود، زي ما الكباتن قالوا انت عندك 25 لعيب على الاقل شبه بعض، 25 لعيب على الاقل يقدر يختار منهم اي حد يقدر يعمل حكايه البلاي ميكر او يوصل اللعيبه، لازم يبقى فيه تقارب بين اللعيبه عشان ما تحسش ان قفشه مش موجود. الخطوط نفسها لازم تبقى متقاربه، لما تلعب باص كتير او من غير ما تعمل جري كتير وما تتعبش في الاجواء اللي هناك دي فيها اكسجين ما فيهاش، فيها حر زياده اي حاجه، فيها رطوبه، لازم انت اللي بتسهل على نفسك الجيم نفسه. واهم من ده كله وجود قفشه او ما فيش او وجود الشناوي او موجودين او مش موجودين، انت لازم تحرز هدف. انت في المباراه دي لازم ترجع جايب جول، متعادل بقى وانت ايجابي، كسبان مكسب كويس يريحك هنا في مصر، فهو ده بعيد جدا عن اي لاعب يكون موجود ولا مش موجود. الهدف الاولاني ان انا اكون لازم عندي سبق التهديف هناك وان انا بحرز هدف على ارض الخصم، بيفرق معايا كتير قوي في مباراه العوده. كويس. هو ده الهدف الكبير قوي اللي بيعوضك اي غيابات. كابتن علاء، غياب قفشه يعني حاجه من اتنين، يتغير قفشه بلعيب في نفس المركز، يتلعب بثلاثه في نص الملعب، ودي دايما الطريقه اللي بيفضلها مستر موسيماني وده اللي هيلعب بيه النهارده. يعني لو محمد مجدي كان موجود كان هيلعب بثلاثه؟ لا. طيب يبقى مش ده اللي بيفضلها، هو بيفضلها في بعض. انا بقول لك في غياب قفشه، لا في بعض الاوقات بعض المباريات خصوصا بتبقى خارج خارج مصر هنا، بس المباريات اللي هي كبيره ايمن صح اللي هي فاهم محتاج تامن شويه نص الملعب بتاعك، يعني قلقان من الفريق المنافس سان داونز مثلا رجاء اللي هي الادوار كان بيتكلم عليها بلال الوقت اللي هي الادوار اللي هي خلاص بقى انت يعني قبل النهائي فاهم انت، هي دي ممكن انت كمدير فني تفكر ان انت مش عايز خسائر بره ملعبك ماشي. ولو كسبت بقى تمام، لكن على الاقل يبقى انت منطقه نص الملعب دي انت متحكم فيها. انا عارف السؤال بتاعك هتقول ايه. كويس. طيب ماشي. النهارده هو مفيش محمد مجدي. كويس. دايما في كل الفرق وفي يعني مش فيه هو ده يبقى لازم الطبيعي، يعني لازم في كل مكان في بديل. ايوه. محمد مجدي اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي ملوش بديل، بديل مش موجود. طيب هل هذا يعني انك تغير طريقه؟ مش بغير، هو ده بيبقى الحل الثاني، لكن يعني ده الحل الثاني لان في حاجه ايمن يعني هو كان مستر موسيماني كان بيتامل ان هو يبقى ناصر ماهر هو اللي يبقى زي محمد مجدي، بس ما حصلش الموسم السابق. كويس. وفي لعيب انا متشوق جدا اتفرج عليه. مين يا كابتن؟ محمد محمود. محمد محمود طبعا. لا ده لعيب كوره هايل. ولو يبعد عنه الاصابه بس يا رب ان شاء الله. ده ما يعني لو ما فيش محمد مجدي ده موجود هيحل لك مشاكل كتير جدا. لعيب كورته حلو قوي، النظر عنده قدام هايل، كل تمريراته صح، لعيب تحب تتفرج والكوره معاه. لكن ده مش موجود وده مش موجود، يبقى ارجع للحل اللي انت بتتكلم عليه. ثلاثه في نص الملعب مش دايما تبقى انت بتدافع خالص. لكن هو انا بمتلك نص الملعب مع ممكن ازود شويه مهام لحد من 3 نص الملعب اللي هو يا اما ديانج السوليه، لكن الاساسي النهارده اللي موجود
هو حمدي فتحي اللي في القلب. في القلب ده طبيعي، لكن يدي حريه لعمرو، يدي حريه لديانج. وديانج لو احنا رجعنا كده حتى اتكلمنا عليه في الاستوديو هنا في اخر الموسم اللي فات، كانت الحته دي عنده بدات تزيد قوي، بدا عنده حته تخضم بيعملها كويس قوي. في كمان حاجه كمان ظهرت، ان هو بدا التمريره في الثلث الاخير صحيح. بقت مظبوطه جدا صح. فهو دي امكانيات، حتى عشان احنا اشدنا بديانج كلنا السنه اللي فاتت ايمن، الموسم اللي فات يعني، على التطور اللي حصل لديانج. يعني ديانج لما جه النادي الاهلي في الاول ما كانش ديانج، هو ده اللعيب اللي عايز يوصل، ده اللعيب اللي عايز يزود نفسه صح. ده اللعيب اللي ما بيتكلمش كتير، ديانج ما بيتكلمش خالص في النادي الاهلي استحاله. كويس ماشي، وحش بيكمل، كويس وكان لازم يلعب ما بيتكلمش صح. هو ده اللعيب اللي احنا بنقول ده الراجل المحترف، بس ده الراجل مركز في شغله بس. عشان كده الطفره اللي حصلت ديانج مع النادي الاهلي طبعا والكوكبه الكبيره الموجوده معاه، لا زودت ديانج. عشان كده النهارده ممكن تلاقي ديانج زايد، السوليه زايد، مع عنصر مهم جدا لمستر موسيماني، السيطره على وسط الملعب، ودي اهم حاجه في كره القدم. تسيطر على وسط الملعب كويس قوي دفاعيا وهجوميا، حتى لو الفريق زي ما كان بيتكلم بلال مش مقلق، مش هيضايقك، لكن انت يهمك انت النادي الاهلي صحيح. استحواذ لازم يبقى معاك، الثقه دايما انت بتستلم الكوره بتبدا تتحرك مع لعيبتك كلها، التمرين مظبوط، انت ده كل ده بيدي ثقه على فكره. الثقه ما بتجيش ان هي كوره طويله لا خالص، الثقه بتيجي انك دايما انت مستحوذ الكره الثانيه بتاعتك دايما انت مزبوط. من التمرير صح كله كويس، الهدف هيجي لكن انت يهمك شكلك وشكل بداياتك تبقى مطمئنه. فعشان انا دايما بنتكلم معنا وانت في موضوع الثلاثه في نص الملعب، عشان كده بقول لك هو الثلاثه فيهاش مشكله، كل الفرق العام بتلعب بثلاثه، بس هو دايما بتلاقي حد مهام بتاعته مختلفه، مهم التطبيق جوه الملعب هو ده المهام مختلفه. ممكن لو انت بتلعب مباراه صعبه عليك، وده ممكن يحصل على فكره، فانت مش عايز عندك مشاكل في نص الملعب، بتلعب بنفس الثلاثه اللي بتكلم عليهم دول، لكن المهام مختلفه بقى ايمن، اللي هو دفاعيا كويس قوي الاول في نص الملعب وبعدين ابدا هاجم. لكن النهارده لا، الثلاثه في نص الملعب موجودين، ممكن ديانج كامبل سولاي بيعملها كويس جدا وبيزيد كتير جدا، فالمهام مختلفه، لكن صح. في واحد زي ما بقول لك دايما مأمنك حمدي فتحي، لكن الثلاثه ممكن تتحرك فيهم كويس قوي. ودي طبعا ميزه اللي كان بيتكلم عليها اسامه في الاول، ان اي مدير فني عنده حته التنوع في لعيبته، وعندهم لعيبه كلهم موجودين في نص الملعب كويس، فهو ما اعتقدش هتبقى عنده مشكله جامده خصوصا في الادوار الاولى دي. صحيح. طيب هنروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب المباراه ونتعرف منه على اخر الاجواء هناك، اتفضل يا فاروق. طيب ماشي، هنرجع له مره ثانيه فاروق. كابتن اسامه عايز اتكلم معاك، طبعا معانا التشكيل وحضرتك عارف التشكيل، عايز اتكلم في نقطه معينه. النهارده تحدي جديد للنادي الاهلي، ولكن في بعض اللاعبين في الملعب عندها تحدي من نوع خاص. خلينا اكلم مع حضرتك على لعيب من ضمن اللعيب، مثلا مركز حراسه المرمى علي لطفي النهارده عنده تحدي من نوع خاص. احنا عارفين ان بعض اللعيبه لما تكون ما بتشتركش باستمرار ده بيأثر على المستوى الفني. خليني برضو خصوصا في المركز ده ايمن، نعم خصوصا في المركز ده مركز الحراسه كمان، وخصوصا مركز حراسه المرمى طبعا، زائد كمان احيانا، ودي الواحد مر بيها احيانا، عدم اللعب لفترات كبيره بيفقدك الثقه بعض الشيء في نفسك، والثقه دي بتفقد برضو بينك وبين الجمهور. لما بتكون حارس مرمى حتى لو انت عامل ماتش كويس، بس جيت غلطت غلطه وفريقك خسرت بالغلطه دي، الجمهور ما يتقبلهاش ابدا حتى لو انت عامل ماتش كويس. النهارده علي لطفي عنده تحدي من نوع خاص. ما فيش شك، علي لطفي اللي بيلعب عليه هو حارس مصر الاول، ويعتبر حارس افريقيا، وعامل مواسم هايله، واثبت لعيب من وجهه نظري في الكره المصريه دلوقتي في السنتين ثلاثه الاخرانيين، اثبت لعيب في المستوى صحيح على مدار طويل. انا بتكلم على مش ما عندوش تذبذب كبير، يعني مره ولا مرتين اللي كان غلط في مباراه، لكن على المستوى الدولي. خلي بالك انا كلامي لا يقلل من علي لطفي ابدا، علي لطفي حارس مرمى هاي طبعا. انا بتكلم على عدم اللعب لفترات طويله. انا بس بوضح يعني، فعلي لطفي بيلعب ظروفه ان في جون مميز جدا بيلعب موجود، وطبيعه الحال بالذات حراسه المرمى ما بقاش فيها تغيير كتير. طب نستاذنك كابتن اسامه، عايز نروح لزميلنا فاروق صلاح، اتفضل يا فاروق.
كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، والشكر موصول لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميوب، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قصينا شريط العشره من النيجر وبالتحديد من استاد الجنرال سيني كونيتشي، الامر بيتكرر. ومن الصدف السعيده النهارده بنفتح ان شاء الله يكون مشوار البطوله ال 11 من امام استاد الجنرال سيني كونيتشي بالنيجر وملاقات فريق الحرس الوطني او لقب الشهير مشهور بيه هنا في النجر لقب فريق الدارك. عايز اقول لك احنا امام الاستاد اللي هيستضيف احداث اللقاء بدا توافد الجماهير. الاتحاد الافريقي طبعا كان وافق لمسؤولي نادي الحرس الوطني على حضور 7500 متفرج لارض الملعب. بدا توافد الجماهير في شكل منظم. عايز اقول لك ان درجه الحراره حاليا 40 درجه مئويه، في ارتفاع عالي في الرطوبه. لدى وصلنا الى الاستاد اللي كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني قام بتفقد ارض الملعب. كان في بعض الحفر في ارض الملعب. الكابتن سيد عبد الحفيظ طالب من عمال النادي الاهلي وبعض العمال الموجودين بمعالجه هذه الحفر، يعني باستخدام بعض الرمال الموجوده في التراك بتاع الملعب. منذ لحظات طبعا المدير الفني زكريا ابراهيم، المدير الفني لفريق الحرس الوطني، اعلن تشكيله اللي هيكون مكون من هميسه في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين عبد الوهاب عثمان ورقم 13 وسيني عبد الرزاق رقم 14، في اليمين حسن ابو بكر 3، وفي الشمال عبد الحميد عثمان ورقم 19، اثنين في نص الملعب موسى كاسو رقم 8، عبد الناصر عمر رقم 5، قدامهم مثلث هجومي ومكون من ويلفريد رقم 7، وده واحد من اخطر واهم اللاعبين في فريق الحرس الوطني، واللاعب فتاو رقم 10، واللاعب اوسوفا واحد ايضا من اهم اللاعبين في بالقميص رقم 11، وراس الحربه واللاعب ديوري جابريل رقم 9. وبالمناسبه هو اللي كان احرز هدف الفوز لفريق الحرس الوطني في مباراه الاياب لدور ال 64 امام فريق اللوماس الجير في المباراه اللي اقيمت بتنزانيا. عايز اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي مركزه. مستر بيتسو موسيماني في كلامه على اللاعبين، الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا التشكيل اللي اعلنه مستر بيتسو موسيماني وان هو جربها بالامس في التدريب الاخير بوجود ثلاث لاعبين في دايره المنتصف حمدي فتحي والسوليه وديانج. ان شاء الله فريق النادي الاهلي يكون موفق في هذا اللقاء. ايضا من الصدف السعيده يا كابتن ايمن ان طاقم التحكيم بالكامل اللي ادار لقاء الاهلي الموسم الماضي امام سونيديب هو نفس طاقم التحكيم بقياده دانيال لاريا حكم الساحه، بيعاونه كواسي اتشيمبونج مساعد اول، وبابل باتريك مساعد ثاني، والحكم الرابع تشارلز باولو. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا من امام ملعب الجنرال سينيو كونيتشي بالعاصمه نيامي بالنيجر. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. تكلمتني على ان الجمهور النهارده متاح ب 7000 متفرج او 7500 متفرج حاجه زي كده، بدا الجمهور فعلا يتوافد على المدرجات؟ بالفعل يا كابتن ايمن بدا توافد الجمهور زي ما قلت لحضرتك بشكل منظم. طبعا المسؤولي نادي الحرس الوطني كانوا قدموا طلب للكاف، وحاليا الكاف خلاص بدا يوافق بوجود جماهير فيه حسب الساعه الرسميه لكل الاستادات، تكون يعني تقدر تقول تلت اللي موجود في ارض ملعب او الاستاد وافق على حضور 7500 الف متفرج. بدا توافدهم منذ قليل، حاليا ايضا بيتم توافد عدد كبير جدا من جماهير فريق الحرس الوطني. اعتقد الاستاد يعني هيكون ما بين 7500 او 10000 متفرج موجودين في ملعب الجنرال سينيو كونيتشي اللي بيتسع ل 35000 متفرج. شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح. يمكن فاروق قال لنا بس حاجه جديده ان درجه الحراره 40 ورطوبه عاليه جدا، فخلي بالكم حضراتكم هناك في الدول الافريقيه لما تبقى درجه الحراره 40 يعني درجه عاليه جدا زائد الرطوبه كمان تحس في بعض الاوقات ان مش قادر تتنفس، مفيش اكسجين. المهم هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنقول لديانج كل سنه وهو طيب وعقبال 100 سنه. كابتن اسامه عيد ميلاد ديانج النهارده، والسنه اللي فاتت في اول مباراه نادي الاهلي كسب سونديب هناك برضو في النيجر، واللي كان جاب الجول اليو ديانج. ربنا يسهل ويكون عيد ميلاده فتحه خير عليه كمان السنه دي، كل سنه وهو طيب. هو طبعا من اللعيبه الافارقه اللي فعلا اثروا مع النادي الاهلي من ساعه ما احنا كنا بنلعب ولغايه دلوقتي، لعيب مميز جدا وعنده مستقبل كبير يعني. وفي حاجه كمان زي ما قال الكابتن علاء، مستواه تطور بسرعه جدا خلال هذا الموسم. مستواه تطور بسرعه، ارقامه معانا هي يا كابتن حتى 13 مباراه هدف، صناعه اهداف 3، استخلاص كوره 61. طبعا من لعيبه الوسط المدافعين الممتازين جدا، واعتقد انه هيبقى ليه تاريخ كبير
يعني ان شاء الله يكمل مع النادي الاهلي لاكبر مرحله، وبعد كده ممكن يبرز في اوروبا، يعني عنده مستقبل كبير يعني. نرجع بقى لموضوع علي لطفي. انا قلت ان الشناوي جه مميز، فما دام ينتقص من علي لطفي ان بيقعد احتياطي. علي لطفي لو كان في اي فرقه في الدوري الممتاز او في بعض الفرق الاخرى يعني كان هيبقى موجود كاساسي. فهو كل مره بيلعب بعد فتره طويله من الغياب بيبان بصوره كويسه، يعني شفناه في ماتش الزمالك بعد فتره طويله ولعب كان مميز جدا، وفي مباريات اخرى برضو كان بيقعد فتره طويله وبيلعب فجاه وبيبقى مميز. ودي برضو ده دليل ان هو محافظ على نفسه في التدريب، مركز، ما عندوش مشكله انه عارف انه بيلعب على حارس، يعني اللي بيلعب عليه حارس كبير. فهو كل مره بيلعب بعد فتره بيبقى شكله كويس، وبعدين الفتره دي كمان عنده فرصه لانه هو ومصطفى شوبير وحمزه، لانه الشناوي طبعا نتمنى انه ربنا يرجعه بالسلامه والاصابه ما تاخدش فتره طويله، ولكن كلنا لعيبه كوره وعارفين انه العضله الخلفيه ممكن تاخد لها بتاع 5 اسابيع مثلا او 6 اسابيع، فعنده فرصه ان يلعب اكتر من مباراه، فما بيبقاش متوتر. يعني ان شاء الله يعمل ماتش كويس وهو قادر على كده، ويقدر يعني يسد في حراسه مرمى النادي الاهلي لان هو اصلا جون كويس يعني. صحيح. كابتن بلال، قبل ما نرجع لك نقول تشكيل الحرس الوطني. هيبقى هميسه لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر حسن ابو بكر عبد الحميد عثمان على الطرفين، الاثنين اللي في القلب عبد الوهاب عثمان وسيني عبد الرزاق، قدامهم اثنين موسى كاس وعبد الناصر عمر، ورباعي المقدمه ويلفريد وإسوفو هنسا وفتاو وديوري راس حربه. يبقى على الورق الفرقه بتلعب 4-2-3-1. كابتن بلال، زي ما اتكلمنا على علي لطفي بعد ما شفنا تشكيل النادي الاهلي، طبعا في محمد شريف برضه. محمد شريف عنده تحدي من نوع خاص بس تحدي مزدوج، هو عنده عايز يحافظ على لقبه كهداف السنه اللي فاتت النادي الاهلي سواء في بطوله افريقيا او في الدوري المحلي، وكمان عايز يدي رساله للمدير الفني لمنتخب مصر مستر كيروش. محمد شريف زي ما انت قلت الموسم الماضي بالنسبه له كان افضل موسم اعتقد في تاريخه، يعني هداف دوري العام، هداف فريق النادي الاهلي، بطوله افريقيا، مسجل في النهائي، مسجل في السيمي فاينل، اجاد بشكل كبير جدا 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 الموسم الماضي. ف اللعيب لما بيجيد في موسم بيبقى منتظر الموسم اللي بعديه عشان يعني يثبت للناس ان ما كانش الموسم ده موسم محض الصدفه او محض التوفيق. يعني عايز يقول لا انا ده المستوى الطبيعي بتاعي، انا كده، انا راجل هداف، انا راجل عندي امكانيات وقدرات، هو الارقام معانا يا كابتن، عندي ثبات. 13 مباراه سجل 6 اهداف وصنع 3 اهداف. طبعا ريكورد جيد جدا جدا، يعني احصائيات جيده بالنسبه للعيب زي محمد شريف. يعني صنعته الظروف انه يكون هو المان تارجت بتاع النادي الاهلي او لعيب رقم 9، وده اصلا مش مكانه، لكن هو قدر يستغل الفرصه بشكل جيد وقدر يوظف نفسه ويوظف امكانياته في المركز، وده بيبقى تفكير جيد من اللعيب وقدرات جيده، قدرات ذهنيه جيده، انك انت النهارده لما تتحط في مكان تلعب فيه بتقدر انت توظف نفسك بشكل كويس، وتقدر تعرف واجبات المركز اللي انت بتلعب فيه، وتقدر تأدي بشكل كويس، وده اللي حصل. يعتبر نجاح. وده نجاح كبير جدا طبعا. جدا بالنسبه له، انا راجل بلعب رايت وينج او ليفت وينج، وفجاه بقيت لقيت نفسي ان انا بلعب مان تارجت سترايكر رقم 9، فبالتالي سخرت كل امكانياتي انا وقدراتي في الحته دي او صحيح. للحته دي، واجدت فيها بشكل كويس جدا 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 جدا. شريف طبعا عنده تحدي مختلف شويه عن اللعيبه اللي موجوده في الملعب. ان هو كمان مدير فني المنتخب، يعني استبعده لرؤيه فنيه. أيوة. كمان ودي حاجه اكتر حاجه تحبط او تجهد ذهن لعيب كره القدم، اللعيب الجيد اللي عنده امكانيات وقدرات عاليه جدا، وخصوصا كمان انت لو عامل موسم كويس. طبعا، يعني ما انا بقول لك انت النهارده، ما هو انا هحبط ليه؟ يعني انا الاساسي بتاع المنتخب. صح. مع المدرب اللي قبليك على طول، انا هداف الدوري العام، انا اللاعب اللي كنت انا هداف بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، واخد البطولات، حقق كل الحاجات اللي لعبت الماتش الودي معاك، انا اللي لعب الماتش الودي وجايب جونين في ليبيريا. وفجاه كابتن بتلاقي المدير الفني بيقول لك لا انت مش موجود، مش موجود، مش ما بتلعبش اساسي، انت مش موجود
في السكور كله في القائمه في الليسته كلها بتاعتك. أي. تمام، انت بره مش موجود في حساباتي يعني. يعني المدير الفني عايز يقول له ايه المسج، ان انت مش في حساباتي. أي. فده تحدي كبير، تحدي بيبتدي من نفسه هو، من محمد شريف نفسه. صحيح. ده يخلي ده يعني في فرق بين لعيب ولعيب في الحاله ده كابتن ايمن. في لعيب يحبط ويقول لك مش منتخب مش مهم انا بلعب اساسي في الاهلي، في لعيب تاني يقول لك لا انا لازم اعرف الناس كلها وعرف المدير نفسه المدير الفني نفسه ان هو كان مخطئ في عدم اختياره. صحيح. وده اللي لازم يسعى عليه محمد شريف بشكل كويس. النهارده مباراه ممكن تكون في المتناول، ممكن تكون في المتناول، لكن المباريات اللي في المتناول لو ما قدرتش تاخد من اللي انت عايزه في المباريات اللي مش في المتناول مش هتعرف تاخد. التركيز. صحيح. يعني احنا دايما احنا اتكلمنا على مباراه الجيش في السوبر، قلنا مباراه في متناول النادي الاهلي وكانت في متناول محمد شريف انه يسجل هدف وما قدرش يسجل هدف. تمام. صحيح. النهارده لا، لما يبقى عندي مباراه سهله هي دي اللي بتوديك انك في الصعب تقدر تسجل، استغلال الفرص، لان الفرص على فكره في كره القدم شبيهه ببعضها، قريبه من بعضها كتير يعني. المواقف متكرره كتير في كره القدم، ممكن النهارده لكن هي مش متعدده، بس هي الفكره انها مش متعدده يعني. ممكن ما تجيلكش في المباراه الصعبه تجيلك فرصه واحده بس زي الجيش كده، لكن صحيح. النهارده ممكن تجيلك خمس ست فرص، لكن هم بيبقوا متشابهين لان هي كره القدم واحده، المباراه واحده. تمام. فالنهارده اي فرصه لمحمد شريف داخل الملعب لتسجيل الهدف لازم يسجل هدف. صحيح. تمام. هو ده الرد الطبيعي. مزبوط. حتى لو كانت في مباراه قليله، حتى لو كانت من وجهه نظر كيروش او من وجهه نظر اي الصحافه او الاعلام او النقاد ان دي مباراه سهله، لازم برضو اسجل هدف. صحيح. يقال انك سجلت في مباراه سهله اهداف افضل من ما يقال انك انت حتى المباراه السهله ما بتسجلش فيها هدف، اذا تركيزك مش حاضر ومش موجود. أيه. ما ينفعش يتقال على شريف ان تركيزه غايب، ما ينفعش، هتبقى نقطه سلبيه. يعني انا كهداف ارد بهدف. بالظبط. ارد بجوال يعني. ارد باهداف. حتى لو في المباراه السهله. صحيح. يعني استسهل السهل. صحيح. بالنسبه لك. صحيح. طب ما هو جاب جونين في المباراه الوديه وما فيش حاجه. رؤيه فنيه بقى، ما هو قال لك رؤيه فنيه. بقى رؤيه فنيه. هي رؤيه فنيه. بس عارف يا كابتن علاء، ما انت النهارده لما بتكمل وتجيب تاني. بالزبط. انت لا انت بتقول انت مخطئ. انت مخطئ. بالظبط كده. بالظبط. يعني كل الاحوال مخطئ على فكره. انا عارف طبعا. يعني انا مش عايز مش عايز نثبت عليه الخطا يا كابتن. يعني لو محمد شريف احنا مش عايز اثبت. انا هي وجهه نظر. مش عايزين نفتح محمد شريف. مش عايز انا مش النهارده ولا اخد بالي خالص مش هحاول اثبت ان انا كويس وانا هداف وانا لا 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 مش كده انا بس عايز افهم الراجل ده ان انت انت ولا الراجل ده يجي في دماغه لا لازم افهم لا لا خالص انا لا لا. انا خلي بالك ده تحدي شخصي يا كابتن علاء خلي بالك تمثيل منتخب مصر ده شرف لكل واحد يا سيدي ماشي هو حاجه بيتمناها التاني مش يعني التاني هو شايف ان محمد شريف هو مش محتاجه الفتره دي انا ومحمد شريف انا هنزل العب لعب محمد شريف كل مباريات هو يقتنع غير يقتنع ومشكلته هو صح. هو ما بيشوفش أيه. انا مش جايب واحد هو مش شايف ده خلاص مش شايف ما هو مع نفسه لكن انا كمحمد شريف انا هلعب اللعب العادي بتاعي بس هو كمدير فني ممكن يغير رايه هو بقى يشوف من عليه هتخليه يغير مش حكايه ضغوط يا كابتن علاء ضغوط يا بلال انت المدير الاجانب هنا بعزك يا كابتن انا مش عايزين نضيع وقت بس مع كابتن مش هنضيع وقت بس اقول لك بس خليه يقول لك طيب سنه كابتن 30 سنه المدير الفني كابتن لما بيجي مصر هنا وبقى شايف ان هو اكبر من كل الحاجات تمام هم ده الاعتقاد على فكره ما تبصليش كده عشان انت عارف الكلام ده كويس ماشي لكن لما بيشتغل وبيتعصر بيبتدي عارف يبص حواليه هو أيوه. مش حاجات كانه زي يتحسس. طبعا يتحسس بالظبط يبص على اللي حواليه برضه انتوا بلال انا بتكلم في النقطه دي هقول كلمه واحده بس انا رافض طبعا ان هو يقول لك ايه ما ينفعش يبقى موجود ولا مش موجود ولا وجهه نظر ولا اي حاجه ده حتى مش بديل يعني هداف الدوري المصري حتى مش بديل احسن لاعب في الدوري المصري حتى مش بديل هو انا ما اقتنعتش بكلام بس قال ان هو شاف شرايط كتير لان هو لو شاف شرايط كتير كان خد محمد شريف لا ثانيه واحده ثانيه واحده ايه مفيش شرايط يا كابتن مفيش شرايط الوقت صحيح شرايط قدمت قوي ما علينا يعني ثانيه واحده معلش يا استاذ ثانيه واحده ما في ناس ما بتلعبش شافها فين انا بقول لك ايه انا بتكلم على محمد شريف طب استنى بس هقول لك عشان نخلص الموضوع ده ونقفله عشان الموضوع بجد سخيف ولا ليه لازم حتى نتكلم فيه الموضوع ان هي مش حكايه ان انا شفت او ما شفتش خالص الموضوع ده يتكلم فيه يقول حد تاني انا عمري ما اتكلمت موضوع محمد شريف ده لحد اللحظه دي انا عارف خالص ولا بحب اتكلم بس انا فتحتك كده لان انا ما بحبش اصل الكلام الموضوع ده اساسا ده موضوع مرفوض اصلا موضوع مرفوض تماما يعني بس وجهه نظر بين قوسين فنيه سخيفه تحترم خلينا بقى في ماتش الاهلي ماشي كابتن شريف في طريقه 4 3 3 اللي بيلعب بيها النادي الاهلي النهارده هل تتوقع الشوط الاول ضغط من لعيبه النادي الاهلي من قدام ان شاء الله يبقى هو النادي الاهلي حاسس انه هو بطل افريقيا اللعيبه طبعا لازم يكون عنده ضغط لازم بس اهم حاجه نبقى متقاربين الخطوط
أيوة. الضغط ده ما ينفعش واحنا فاتحين ملعب فيه مساحات. صحيح. لان لو في مساحات هحس بوجود الفرقه اللي قدامي، يفرض عندهم سرعات، عندهم اي حاجه يهددوك ليه. صحيح. او يشوطوا عليك. انا اللي عايز يبقى عندي مبادره التصويب. صحيح. انا اللي يبقى عندي الناحيه اليمين والناحيه الشمال بالنسبه لي، اذا كانت اطراف او دفاعات جايه بتهاجم من ناحيه يمين، خاصه علي معلول النهارده عايز اشوفه، احب اشوف محمد هاني النهارده في اعلى مستواه اللي هو موجود، لان ده برده من اللعيبه اللي ما فيهاش تقييم. يعني محمد هاني مش من لعيبه لسه حي وقيم. صحيح. زي محمد شريف كده. صحيح. وزي كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب. كابتن علاء، في دقيقه كده، توقعاتك لسير المباراه في الشوط الاول. يعني توقعاتي ان يبقى في ضغط من النادي الاهلي، استحواذ، هيبقى دايما هو صاحب المبادره، مش عايز يدي اي فرصه للفريق النايجر ان هو حتى ممكن يعمل خطوره او يجيب كورنر او الحاجات دي بتفرق في بدايه المباريات. بتمنى ارضيه الملعب مناسبه، ان سمعت فيها حفر. فيها حفر، ودي تضايق النادي الاهلي، مش هتضايق فريق النايجر خالص. النادي الاهلي مش بتاع كوره طويله وكده، دايما بيحب ارض كويسه اساس يستخدم، خصوصا في وسط الملعب. بتمنى ان شاء الله الضغط كويس قوي، مفيش، ما نحاولش ندي اي فرصه لفريق النايجر عشان ما تدخلوش مباراه. صحيح. مع جماهير وكده، هو طبعا فروقات كبيره، لكن انت الموضوع كله في ايدك انت. صحيح. كابتن اسامه، في دقيقه برضو، توقعاتك لاحداث الشوط؟ انا اعتقد الاهلي يجي له فرص كتير، لانه كلنا عارفين الفرق الافريقيه وبالذات في المستوى ده بيبقوا دفاعيا عندهم ثغرات كتيره جدا. مظبوط. فحتى من نتيجة المباراة الأولى تعادلوا مع فرقة بروندي على ملعبهم 1-1 وكسبوا بره 1-0. فأنا أتصور بخبرة لعيبة النادي الأهلي هيجي لهم فرص للتهديف، ولكن المشكلة إزاي نستغل الفرص ديت، ويعني أرباع الفرص أو أنصاف الفرص نستغلها عشان نسهل على نفسنا المباراة كمان التانية، ويبقى يعني مش هنقول نزهة، ولكن يعني تبقى الامور خلاص في الضغوط علينا شويه. فانا شايف انه هيبقى عندهم اخطاء دفاعيه كتير جدا، النادي الاهلي يقدر ان شاء الله يستغلها يعني باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، المهم في الماتش اللي زي ده ان اللعيبه تبقى مركزه بشكل كويس، تمام، استغلال الفرص اللي بتتاح، ناخد بالنا من الاصابات بشكل جيد، يعني كل واحد اللعيبه تحاول تحافظ على نفسها بشكل كبير، الاحتكاك القوي يعني تتجنبها. مباراة سهلة إذا سهلتها لعيبة النادي الأهلي في الملعب. الفرق اللي زي دي اللي ما بتبقاش معروفة بالنسبة لك، بتبقى في طلاسم، ما تعرفش بقى هم بيدخلوا جامد، بيلعبوا بشكل الأرضية الملعب صعبة زي ما احنا شفنا، ولكن هو المفترض إن هي مباراة، المفترض يعني على الورق مباراة سهلة بالنسبة لعيبة النادي الأهلي، هدف أو اتنين يخلص المباراة من بدري جدا جدا جدا، عشان اللعيبة كمان، عشان كمان المدير الفني كمان يقدر يريح لعيبته داخل الملعب. صحيح. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا.